الأشكال اللي فيها ثلاث أبعاد. فكسرات السطوح أو الحاجات اللي فيها أكثر من وجه، هي عندنا في حاجتين، في كسرات السطوح قائمة أو نائلة، ده بتعتمد على المحور بتاع الشكل المتعلم. كسرات السطوح زي إيه مثلا؟ اللي أنتوا عارفينه كسرات السطوح، مكعب كمان، إيه تاني؟ متوازي السطوح بألوانها منشور، صح ولا لا؟ في الحاجات دي أكثر من وجه، اللي هندرسه مع بعضنا مثلا لو بنتكلم على هرم، سواء هرم أو منشور يعني. عمودي على مستوى القاعدة بسميه منشور قائم. لو المحور بيميل في زاوية على مستوى القاعدة، أي زاوية بسميه منشور مائل، تمام؟ ونفس الحكاية في الهرم، لو المحور بتاعه المحور سوري الهرم يختلف عن المنشور في إيه؟ بالظبط، يعني أنا في المنشور بيبقى عندي قاعدة عليا وقاعدة سفلى، وقاعدتين زي بعض بالظبط. إنما في الهرم بيبقى عندي خط أو رقص فوق، والخط اللي يوصل ما بين الرأس ومركز القاعدة بسميه محور. المحور دوت لو عمودي على مستوى القاعدة بيبقى هرم قائم، لو يمين على مستوى القاعدة بسميه هرم مائل، تمام؟ اللي هتدرسوه إن شاء الله وهيجي عليه مسائل بالنسبة لكم الأشكال القائمة فقط لا غير، سواء منشور قائم، هرم قائم، مكعب. هو دي الثلاث مجسمات ان شاء الله هتدرسوهم او هتتعلموا ازاي تمثلوهم. اول حاجه هنتكلم عليها هبتدي بس احب افكركم بشويه ديفينيشن كده او اسامي انتوا عارفين حاجات المدرسه. وانت بتدرس هندسه كهربائيه سوليد جيومتري عدت عليك عارفها يعني شويه ديفينيشنز او تعريفات كده او حاجات انت اوريدي عارفها، بس احب افكركم بيها والناس اللي كانت في مدارس انجلش مثلا ولا حاجه تعرف اسمها بالعربي. أول شكل عندنا أو أول مجسم اللي هو المنشور القائم. المنشور بيبقى منشور ثلاثي أو منشور رباعي أو منشور خماسي أو ثلاثي زي أي حاجة يعني، حسب عدد أضلاع القاعدة. فمثلا ده منشور رباعي بتبقى قاعدته عبارة عن مربع. لو منشور ثلاثي هتبقى قاعدته عباره عن مثلث وهكذا، تمام؟ خماسي قاعدته مخمس، وانتوا اخدتوا رسم المخمس والمثلث بالشكل الثلاثي يعني والخماسي في الترم الاول. بيبقى عندي في المنشور قاعدة سفلى، وده مستوى قاعدة سفلى وقاعدة عليا، بيبقى عندي القاعدة العليا متدفقة مع زي القاعدة السفلى بالظبط، مفيش فيهم أي اختلاف، الاثنين لو فتحت مربع مربع أشوفه بيها بالظبط. وبيبقى عندي مستوى القاعدة العليا بيوازي مستوى القاعدة السفلى،
مستوى القاعدة العليا بيوازي مستوى القاعدة السفلى، والمسافة ما بينهم اللي هي الارتفاع. مستويين متوازيين، المسافة ما بينهم الارتفاع. الخط اللي بيوصل ما بين رأس القاعدة العليا ورأس القاعدة السفلى A واحد مثلا A، ده بسميه حبر. والخط اللي هيوصل ما بين مركز القاعدة العليا ومركز القاعدة السفلى بسميه محور. بيبقى عندي في المنشور جميع الأحرف متوازية ومتساوية في الطول وبتوازي وبتساوي المحور، وطولها هو الارتفاع. في حالة المنشور القائم بتبقى عندي جميع الأحرف متوازية ومتساوية في الطول وبتوازي وبتساوي المحور، والطول بتاعها اللي هو الارتفاع، تمام؟ وبتبقى عمودية على مستوى القاعدتين، سواء محور او الاحرف، بتبقى عمودية على مستوى القاعدة. في اي مشكلة في الداتا بيز؟ طيب المجسم اللي بعد كده ممكن نتكلم عليه اللي هو المكعب. المكعب عبارة عن ايه؟ وضع خاص من المنشور الرباعي، القائم الرباعي، لأن المكعب كل أبوه عبارة عن مربعات. في نقطة برضو عايزك تخلي بالك منها، ممكن كديفينيشن كده تقراها أو في المسألة أجي أقول لك مركز المكعب، مركز المكعب. نقطة إن دي مثلا عبارة عن مركز المكعب اللي هي بتبقى نقطة في نص المحور، تمام؟ لو أنا عندي مستوى القاعدة وعندك نقطة N جبن لا مركز المكعب، لو نزلت من N بمستقيم عمودي على مستوى القاعدة، الخط ده بيقطع لنا المستقيم العمودي من نقطة N على مستوى القاعدة، هيقطع لك مستوى القاعدة في النقطة اللي هي عبارة عن إيه؟ مركز المربع، مركز الوجه. والطول الحقيقي بتاع ان ام اللي هو عباره عن ايه؟ نص الارتفاع اللي هو عباره عن نص طول الضرب، تمام؟ فتخلي بالك لو بتمثل شكل ما او مكعب تحديدا، الفرق ما بين مركز المكعب ومركز الوجه، انا بديلك ايه؟ مركز المكعب ولا بديلك مركز الوجه؟ وانت بتقرا المساله تخلي بالك. المجسم اللي بعد كده الثالث والاخير عندنا اللي هو الهرم او الهرم القائم. الهرم برضه بنسميه هرم ثلاثي لو قاعدته عباره عن ثلاث.
وهكذا. فعلى حسب عدد اضلاع القاعده او شكل القاعده بحدد اسم الهرم. في الهرم القائم بيبقى عندي المحور اللي هو الخط اللي بيوصل ما بين رأس الهرم ومركز القاعدة، بيبقى عمودي على مستوى القاعدة، وطوله بيساوي ارتفاع الهرم. تمام؟ هو إن ارتفاع عموما، ارتفاع الهرم عموما أي هرم، لما باجي أقول لك ارتفاعه المقصود بكلمة ارتفاع الهرم اللي هي المسافة أو بعد الرأس عن مستوى القاعدة. بعد الرأس عن مستوى القاعدة، هو ده تعريف ارتفاع الهرم. في حالة الهرم القائم بيبقى الطول أو البعد دوت هو نفس طول المحور. الخط اللي بيوصل ما بين رأس الهرم وأي رأس من رؤوس القاعدة من الفيرتكس بتاع الهرم ولا أي رأس أو فيرتكس من رؤوس القاعدة بنسميه حرف. في حالة الهرم القائم بتبقى جميع الأحرف متساوية في الطول وبتتخضع مع بعض ومع المحور في نقطة اللي هي رأس الهرم. تمام؟ في حالة الهرم القائم بتبقى جميع الأحرف متساوية في الطول وبتتخضع مع بعض ومع المحور في رأس الهرم. تمام؟ في المسائل بتاعت كثيرات السطوح أو مجسمات في خطوات ممكن أمليها لك كده أول تحطها قدامك وأنت بتحل المسألة، يعني كميثودولوجي أو أسلوب للحل تمسك كده أول. لو فكرت بالأسلوب ده تقريبا يعني تقدر تقول ايه 99% من المسائل اللي قدامك هتحلها لو رتبت الدلال التفكير ده. اول حاجه دايما تحاول تدور عليها لما تيجي تحل المساله او اول خطوه انك تعين مستوى القاعده. اول خطوه دايما نحددها ان احنا نقدر نحاول نجيب او نعين مستوى القاعده. ومستوى القاعده هتلاقيه بتجيبه بطريق من اثنين او هتحصل عليه حاجه من اثنين. لا اما هيبقى المستوى ده جبل، لا اما هتجيبه عن طريق قياس انك هترسم من نقطه مستوى عمودي على مستقيم. بمعنى ايه؟ مثلا يعني هبقى مدي لك محور الهرم ومدي لك نقطه من نقط القاعده سواء نقطه A نقطه B C D M. لو رسمت من اي نقطه من نقط القاعده مستوى عمودي على المحور، لو رسمت من اي نقطه من نقط القاعده مستوى عمودي على المحور ومستوى عمودي على المستقيم، انتوا عارفين بيتعمل ازاي. تمام؟ يبقى انا كده جبت مستوى القاعده. ولو حر لو منشور او مكعب ممكن ابقى مدي لك المحور او احد الاحرف. اقول لك مثلا الحرف سي سي واحد بيقع على مستقيم اسمه ال ونقطه اي جدا. لو رسمت من ايه مستوى عمودي على المستقيم ال دوت يبقى انا كده حددت مستوى القاعده. فيبقى اول خطوه دايما او اول حاجه بحاول احددها او اعينها مستوى القاعده. وزي ما اتفقنا لا اما عن طريق هتلاقيه جبل، لا اما هتلاقيه هتجيبه عن طريق قياس اللي هي رسم مستوى عمودي على المستقيم من نقطه. تاني خطوه او تاني ستيب عندنا في الحل بعد ما بنعين مستوى القاعدة بحاول أجيب حاجتين في القاعدة سواء نقطتين أعين معلومتين عن القاعدة سواء نقطتين أو نقطة ومحلها الناس النقطة الثانية لو كان عندي طول ضلع ولا حاجة من أضلاع القاعدة. تاني يبقى أنا هحاول أجيب نقطتين، يا إما
هجيب نقطتين لإما نقطة ومحل هداف النقطة ثانية لو كان عندي طول أو عارف أنا طول من أطوال أطلع صعب. وعملية دي هتلاقيها كلها شغل موقع، يعني إيه؟ هقطع مستقيم مع مستوى عشان أجيب نقطة، هقطع مستويين عشان أجيب خط يبقى محل هداف النقطة وهكذا. فالستيب دي كلها الشغل بتاع عمليات الموقع، تقاطع مستقيم مع مستوى أو تقاطع مستويين. ثالث خطوة سواء النقطتين أو النقطة والمحل الهندسي هروح رايح مدورهم حوالين أثر مستوى القاعدة. نخش على الخطوة الثالثة اللي هي خطوة الدوران، بروح أدور النقطتين أو النقطة والمحل الهندسي بتاع النقطة الثانية حوالين أثر مستوى القاعدة، واقدر ارسم القاعده بتاعتي في الدوران. لو مربع برسم مربع حقيقي، لو مثلث مساوي الاضلاع هرسم مثلث مساوي الاضلاع، لو شكل خماسي هرسم مخمس، لو سداسي وهكذا. القاعده في الدوران اتفقنا او انتوا عارفين ان في الدوران كل حاجه حقيقيه، فهقدر بالجيومتري بتاعت الشكل خلاص اي شكل انا عايز ارسمه، والداتا سواء عندي نقطتين او نقطه ومحل هندسي مع طول هقدر اقفل واقطع بيه يعني، يبقى انا كده جبت القاعده بتاعتي في الدوران. ارجعها النقط اللي جبتها دي ارجعها بالتالف، وشفنا المحاضره اللي فاتت ازاي بنعمله. تمام؟ خلاص خلصنا الموضوع بتاع رسم القاعده. الخطوات اللي هي او الاسلوب دوت، انا رسمت القاعده سواء القاعده بتاعتي كانت هرم مكعب منشور مش فارق، انا كده جبت القاعده. بتفرق في الخطوه الجايه اللي هي ايه؟ انا عايز ارسم ايه؟ هرم، يبقى انا بدور على الرف. هجيبها ازاي؟ لو انا عندي الارتفاع مثلا هطلع من مركز القاعده، هطلع من مركز القاعده بمستقيم عمودي على مستوى القاعده. يعني انا لو عند بس هرم هاجي من نقطه هنا وارسم خط مستقيم عمودي على المستوى بتاع القاعده اللي هو بيبقى عامل على الاثرات. اوكي، هو الخط لو توقع عليه الارتفاع بتاعي طول حي على طول حي طبعا جبت الراس دي وراح اوصل بي اي وبي وسي ودي، يبقى انا كده وصلت الهرم بتاعي. نعم. الراس طبعا عمرك ما تجيبها في الدوران. زميلكم بيقول لي هو انا بعين الراس بتاعة الهرم في الدوران؟ قلت له لا. نعم؟ يعني سواء اي داتا تقدر تقسم الراس او تعين الراس في الدوران؟ هو لا. لا ليه؟ بالظبط، ممتاز يا باشمهندس. عشان الراس مش واقع في مستوى القاعده يبقى ما ينفعش تدورها، احنا اتفقنا الدوران ما ينفعش ندور نقطة حوالين أثر مستوى إلا لو كانت النقطة اللي جوه المستوى. تمام؟ خلاص كده رسمنا الهرم. لو كان منشور أو مكعب بتفرق في إيه؟ إن أنا زي ما جبت قاعدة تحت عايز أجيب قاعدة فوق. فالأعمدة ديت هعملها من مثلا قاعدة كانت مربع فهمثل A وB وC وD خلاص جبتهم، فهعمل الأعمدة من A من بي ومن سي ومن بي على المستوى ووقع عليها الارتفاع طول حي على طول حي جبت القاعده اللي فوق. خلاص؟ مثلت المجسم بتاعك اخر خطوه خالص عشان تظهر الرسمه بتاعتك واحنا شغالين مجسمات. تمام؟ وعرفت انتوا في اول تاني سيكشن في الرسم الهندسي في الترم الاولاني انت اي مجسم بترسمه اي ماشين اي مكنه اي حاجه بتبقى كلها خطوط سوليد ولا في حاجات سوليد وحاجات دوت؟ حاجات سوليد وحاجات دوت صح ولا حاجات خطوط الظهر بتعملها سوليد، والخطوط المختفيه اللي هي بتبقى في ظهر الجسم بتاعي بعملها دوت. فاخر حاجه بعينها بعين الظاهر والمختفي. تمام؟ هي دي الخطوات بتاع حل معظم المسائل. نبتدي نطبق الخطوات ديت، ويا ريت تكون انتوا كتبتوها ورايا. تمام؟ واللي ما كتبهاش بقى يبقى ينقلها من حد من زمايله.
لو بصينا كده بالذات حتى الهرم يعني بصي انت هتيجي من المركز مثلا يعني لو انا جبت القاعده هاجي من المركز وارسم مستقيم عمودي على المستوى ده اللي هو المحور واوقع عليه على المستقيم اللي انا رسمته ده اوقع عليه الارتفاع في اول نقطه ايه؟ طول حياه ولا طول حياه؟ جبت دي تمام؟ انتوا زي ما انتوا لاحظتوا الخطوات اللي انا بديتها لك عباره عن ايه؟ كل الشغل بتاع الفيلم الاول هتلاقيك بتستخدمه من اول تعيين وصف الناقص من نقطه موازي عمودي موازي توقيع طول حقيقي على طول حقيقي عمليات موقع او كان فالمساله بمدورات فالمساله بتبقى مسائل شامله لعمليات الفيلم الاولاني كله تمام أول ما سأل في الشيء بيقول لي بيقول لي مثل مكعب تحت مفهوم في يقع مستوى يعني علينا نمثل مكعب عايز نمثل مكعب احد موضوع اي بي سي دي يقع في مستوى الفا اللي هو 4 و 4 و5 قال لي اذا علمت انا ان طول الضلع 3.5 سم طول ضلع المكعب 3.5 سم ونقطة ايه؟ 2 و0 وعلى نفس استفادة دي بتقع في المستوى الأول. هنبتدي نمثل الكيمياء بتاعت المسألة ونشوف هنفكر فيها ازاي. طيب عندي
نزلت المستوى الفا ونقص ايه؟ كان يديني ايه داش بس بتاعتنا دي اكس واي فركزت حد ايه داش وقال ان النقطه دي تقع في المستوى الاخر. معنى ان النقطه دي تقع في المستوى الاخر تقدر تقولها بشمهندس كان تزرع ورا خالص. يعني ايه؟ لا ايوه كلمة نقطة دي تقع في المستوى الأخر تأثيرها في إيه؟ هو إيه اللي على سطح الأرض؟ إيه؟ الزد زيرو، يعني إيه الزد زيرو؟ يعني إيه اللي على سطح الأرض؟ هو إيه اللي على سطح الأرض؟ نقطة دي، نقطة دي شرطتين، نقطة دي شرطتين، قال له إيه اللي على سطح الأرض؟ تمام مش شرطة فوقها فين؟ يعني خط الأرض زي محل هندسي فيه شرطتين وفي شرطة هتبقى فوقيها فين فوقيها؟ على الأثر والرأس تمام؟ صح؟ ده اللي أنت بتقوله ولا أنا مش سامع؟ ماشي طبعا مين الموافق منكم؟ غلط ايه الصح؟ تمام كلمة ان النقطة دي تقع في المستوى الأفقي زي ما زميلكم سمع وقال لنا ان زد صفر يبقى الشرطتين على خط الأرض وتبقى الشرطة على تي واحد معنى ان النقطة دي تقع في المستوى الأفقي انها وقع على الأثر الأفقي انها وقع على الأثر الأفقي تبقى الشرطة بتاعتها على تي واحد وشرطتين على خط الأرض ده كل الكيمنت اللي عندنا نبتدي نمشي التيبس بتاعتنا اللي احنا مماليينها اللي احنا قلنا لها أول حاجة مستوى قاعدة مستوى قاعدة موجود عندي جاهز فأول خطوة عدلها تاني حاجة هحاول أجيب نقطتين من نقط القاعدة أنا عندي نقطة إيه عارف إيه شرطة طبعا بسهولة جدا أعرف أجيب إيه شرطتين صح ولا لأ؟ إزاي؟ وازع قولي وازع عندي ايه شرطتين او نقطة ايه خلاص عرفتها تماما نقطة بي موجودة على الأثر الأفقي يعني عندي الحالة هندسة النقطة بي وعارف ان طول طلع 3.5 طن تمام يبقى عندي نقطة محل هندسي وطول نبتدي نخش على الخطوة الثالثة اللي هي الدوران هروح ادور النقطة والمحل الهندسي حوالين الأثر الأفقي مستوى قاعدة هنبتدي ندور انا عندي المحل الهندسي بتاع بدل بي على الاثر الافقي بي شرط على الاثر الافقي والاثر الافقي هو محور الدوران فتبقى بي شرط هي نفسها بي دوران يعني انا هقدر اكتب على الخط ده المحل الهندسي بي داش و الهندسي بي دوران بعد كده هروح ادور نقطه ايه بندور النقطه ازاي
رحت رايح معايا ايه دوران. عيلت ايه دوران ازاي؟ او دورت موقف ازاي؟ من ايه شرطه؟ عمودي على محور الدوران وموازي محور الدوران بطول الزيت بتاع موقف ايه؟ وقفت هنا في البرجر بكسر البرجر في النقطه دي وفتحت لغايه نهايه الزيت ورحت قاطع العمود جبت ايه دوران؟ عندي ايه دي؟ ايه دوران؟ ايه دوران؟ دكتور الحقيقي ضلع المكعب اللي هو 3.5 سم. عين دي ازاي؟ هفتح البرجر فتحه تساوي 3.5 وقف ايه دوران؟ وقطع المحل الهندسي فتحت البرجر فتحه بتساوي 3.5 سم اللي هو طول الضلع وقفت في دوران وقطعت المحل الهندسي. ممكن اقطع سواء هنا او هنا يعني عندي شمالين للحل تمام؟ الاثنين صح ما فيهاش اي مشكله. جبت بي دوران هي نفسها دي شرط. انا في المساله دي عندي احتمالين للحل والاثنين صح. ممكن انا او مش ممكن لو جايب لك مساله زي كده في امتحان الفاينل هجبرك على حل واحد من الاثنين. ازاي؟ لو انا عايزك تجيب لي او تحدد نقطه في النقطه اللي انا قطعتها اللي هي النقطه اللي فوق دي. فباجي اقول لك علما بان زد سوري اكس ايه اكبر من اكس بي. لو انا جيت قلت لك علما بان اكس ايه اكبر من اكس بي تمام؟ يبقى انا اجبرتك على انك تختار لي النقطه اللي فوق، لو عكستها مثلا قلت لك اكس بي هي الاكبر يبقى هقطع من تحت، اوكي؟ فتخلي بالك لو اديتك كونديشن زد بي اكبر من زد ايه، اكس بي اكبر من اكس ايه، قصدي بيها ان عندي احتمالين للحل وعايزك تختار حل معين. جبت ايه وبي خلاص؟ نقدر نرسم المربع بتاعنا ولا لا؟ اعرف ارسم مربع في الدوران القاعده اي بي سي دي عباره عن مربع عارف منه ضلع تمام؟ سهل ان انتوا تكملوا رسم المربع مظبوط؟ وان كنت انا هكتب لي ان انا هرسم نقطه واحده كمان يعني لو مربع كفايه قوي كنت عايز 3 نقط فاجيب الرابعه بمزيان فده اللي انا هعمله عشان اخفف من زحمه الخطوط فلما اجي ارسم في الدوران هجيب نقطه واحده بس كمان اللي هي وتكون نقطه دي عينت نقطة سي ازاي؟ جيت من ايه ورحت راسم عمودي على اي بي بنفس الطول اللي هو 3.5 جبت نقطة دي تمام؟ هقدر ارجع نقطة دي بالتألف مع ايه؟ ارجع نقطة دي بالتألف مع ايه؟ انا عندي دي دوران وايه دوران وايه شرط؟ هرجع نقطة دي ازاي؟ بوصل دي دوران بايه دوران؟ وقابلته مثلا يطلع الاثر في نقطه النقطه دي هوصلها بايه شرطه وانزل دي دوران العمود يطلع لنا الخط ده في دي شرطه نشوفها بتعمل الكلام ده ازاي يعني
عند بي دوران عمل اي بي دوران عمل عمود علي بس بطلس دوران صح جبت نص تي شرط يا مشكله وصلت دي دوران دي دوران بسيت على لعبه الاثر في النقطه النقطه دي وصلتها لتي شرط وطولت الخط ده شويه ونزلت من دي دوران لعمود على الاثر قطعت الخط اللي هو رايح في داش اهوت في نقطه دي في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ جبنا دي شرطة خلاص؟ الو في الدوران جيت في الدوران عندك ضلع مربع اللي هو اي بي رسمت مربع حقيقي ان انا جيت من ايه ورحت راسم عمود على اي بي بنفس الطول ده جبت نقطه دي دوران تمام خلاص نقطه دي برجعها للتالف ازاي للتالف ان انا بوصل دي ايه وبعدها لغايه لما قطعت الاثر في نقطه سي واحد واحد دي وصلتها في داش ونزلت من دي دوران بعمود قطعت الخط ده في تي داش بعد كده هجيب اعمل موازي عمود موازي اجيب دي دبل داش جبت دي دوران خلاص ولا فيها مشكلة؟ قلت يا جماعة أنا جبت دي إزاي؟ ماشي أنا جبت دي إزاي؟ مربع أنت عارف المربع الأضلاع بتاعته الأربعة متساويين ومتعامدين أنا عندي الضلع اللي اسمه إيه بي جبت من إيه ورحت راسم عمودي عليه أخدت طول تحت طول جبت دي الكلام ده في لو انت شغال اللي هي هندسه عليها المستوى بتاعتنا اللي هي بتاعت ابتدائي هي هو ده اللي بعمله في الدوران عندك اي بي رحت جاي عمودي عليه من ايه بنفس الطول اللي هو 3.5 وجبت دي دوران تمام بعد كده ابتدي ارجع نص دي رجع عشان التالف مع ايه ازاي وصلت دي دوران لايه دوران ومديتها بعد الاثر في نقطه اللي هي واحد نقطه واحد دي وصلتها في داش وطولت الخط شويه قطعت العمود اللي نازل من دي دوران على الاثر في نقطه اللي هي دي داش موازي عمودي موازي هجيب دي دبل داش والله هي نفس النقطة ايه دورانها؟ ايه دورانها؟ نقطة دورانها هي الدهش هعمل مرة واحدة بس جبت الدبل دهش هو ده أصلا دي مستوى القاعدة؟ طب هي ازاي بيه مش على ال هي موازي عمودي ما فيهاش عمودي موازي اساسا مش يعني اصلا ببدا اسقاطها في الضرب لازم اختار من الخطوات وانت ضايع كنت تاخد فين؟ مش تاخد فين؟ مش محتاج اختار خالص ده غير ان انا هبدا في الميد تيرم اصلا تحت تاخد مع مين؟ ازاي؟ لا هو ده لحد الميد تيرم ده بتاع ميد تيرم بس لازم هو من فاروق مش تاخد معاه كورسات هو الترم اللي فات كنت باخد معاه كورسات وسكاشن انا كان بيديني وما بقاش بيديني كان بيديني ميكانيكا بس انا دلوقتي بقى بيديني حماده كمان؟ اه احنا بقى سيكشن فين بقى احنا دلوقتي اه اتكلمت احنا
افتقوقنا يا معلم. جدول موجودة. مشكلة ولا حبيبة فضيل ولا رم فضيل. ايه موعدة ترى قديم الدنيا. السبت التالتة والرابعة التانية والتالتة التانية عندي مايك التالتة والرابعة شوف أحضر مرة أخرى. هو مايك فين؟ أنا معايا عشان كده وأنا بالظبط ده اللي كان موجود كده أنا رحت نقل ضميري في تاني. بعد ما جبت نقطة دي داش عملت المواد العمودي بقى جبت دي ضمن داش. بعد كده كملت القاعدة بتاعت إن أنا كملت المواد دي A B C D من عندي A B و A D في كل مدخل جيت من دي رسمت موازي ل A D ومن دي موازي ل A D جبت نقطة C. وده رسم ده مستوى القاعدة موازي عمودي موازي زي ما انت عايز بشرط من دي الشرطة أخدت موازي لخط الأرض قطع لي في واحد نقطة عمودي على خط الأرض بعد كده موازي لفي اتنين وخط الأرض جبت دي شرطتين تمام؟ خلاص كده فيها مشكلة؟ لغاية دلوقتي فيها أي صعوبة؟ ما ادري شلتها ايش؟ هو ما خدش نفس بطلع من إعدادي بص يا باشمهندسين انا هندم بس عشان تبقى المفروض خفيفه شويه بس طبعا انت هتكمل على الرسمه بتاعتك انا هعتبر ان انا جبت القاعده بتاعتي هذا القاعده بس والمستوى بتاعتي لسه في المستوى العلوي لغاية ما أضع في واحد عمود على خط الأرض